السلام عليكم. واحدة من أهم العمليات هي الجنجيفكتومي. الجنجيفكتومي هي removal of false pocket or false pocket or pseudo pocket اللي يصير نتيجة poor oral hygiene. نتيجة poor oral hygiene يصير growth بالsoft tissue ويصير عندنا gingivitis. فالجنجيفايتس نعالجها بعد السكيلينج والبولشينج وريموفال للريتينشن فاكتور. احنا قلنا البولشينج يشيل الاكوايرد بيليكال، السكيلينج يشيل الريتينشن فاكتور. بعد ذلك اذا ما خفت بعد الفيز الاول نبدي اسوي لها جنجيفكتومي اللي هو يكون سودو بوكيت، واللي يكون يعني 4 5 6 البيز مالته ويا السمنتو انامل جنكشن، لكن هو growth of soft tissue. بعد ما اخلص قلنا الفيز الاول اسوي كنترول للاورال هايجين، اذا بقى عندي بوكيت من 3 إلى 5 او اكثر ابدي اسوي له جنجيفكتومي. اول شغله اسويها هو انطي انستيزيا، أنطي أنستيزيا بالمنطقة. بعد ما أنطي أنستيزيا أبدي أحدد البيز أوف ذا بوكيت، لأن قلنا إحنا هو فولس بوكيت، البيز مالته هو على السمنتو إنامل جنكشن وهو جروث بالسوفت تيشو. حددت البيز في بوكيت بالبوكيت ميجرينج تويزر أو كوين كابلين اسمه، سويتها على شكل نقاط بليدنج بوينت، لان هي الجهة تكون مدرجة تدخل بالبوكت والجهة الثانية تكون شارب تسبب لي بليدنج بوينت. حددت البليدنج بوينت، حددت مكان الانسيجن مالتي. اجي قلنا عندنا 3 تايب اوف نايف جنجيفكتومي نايف، 3 تايب اوف جنجيفكتومي نايف. اهمها هي الكريكلاند نايف، عندنا الكريكلاند نايف، عندنا البليكس نايف، عندنا الأورما. أجي بالكريكلاند نايف أوقف 45 ديجري أبيكال تو أبيكال بوينت، 45 ديجري أبيكال تو أبيكال بوينت. شنو هي هاي بوينت؟ هي هذه البليدنج بوينت أبيكالي، وأبدي أسوي كاتينج. ليش أبيكال تو أبيكال بوينت و 45 ديجري؟ حتى أتخلص من الرد، rid of the pocket، أتخلص من البوكيت، get rid of the pocket. The bleeding point تصير هي بالbase of the pocket، فالcutting مالتي 45 degree apical to apical point. ورا ما أشيلها بالcricland knife أسوي هذا الcutting، ويكون لازم oblique. أولا نحافظ على المورفولوجي، أزيد الconnective tissue، أقلل الإبثيليوم حتى الإيربشن يكون متساوي، لأن إيربشن الإبثيليوم أسرع من الconnective tissue. فإذا أقصها عدلة راح أصير ledge وراح ينمو الإبثيليوم ويرجع عندي false pocket. فأقص bubbling نسميها inverse bubble 45 degree apical to the apical point. بعد ذلك أجي بالأوربن اللي هي الجنجيفكتومي نايف رقم 2، الأوربن أدخل interdentally وأرفع كل السوفت تيشو، أرفع كل السوفت تيشو اللي قصيته، اللي قلنا هو كله false pocket، كله هو false pocket، أشيله completely. تطلع المنطقة أبدي أسوي لها تنظيف كيورينج، كلها أنظفها، سو شيل إذا عندي طلع صب جنجيفال كالكولاس، طلع دابريس، كلها أسوي له تنظيف، أسوي شيفينج لهذه المنطقة، أخلي الكونكتيف تيشو ظاهر أكثر من الإبيثيليوم. هذه هي البارت اللي تنشال، هذه الأسنان تطلع نظيفة بهذا الشكل. بعد ذلك أخلي دريسينج أور باك، ولعندنا تو تايب كوباك وريدي ميد، نخبط ميكسينج، وأكو ريدي ميد يشبه التي اف الريدي ميد. أخلي الباك أسبوع إلى 10 أيام مو أكثر، لأن الباك بحد ذاته مرات يسبب لي بلاك أكيوميليشن، منطقة ما يقدر ينظفها. بس أنصح دائما أنه ياخذ ماوث ووش أفتر سيرجري، ما يطخ هاي المنطقة، يحافظ على الباك من أسبوع إلى 10. أرفع الباك أشوف الأسنان
بيفور وأفتر شلون صارت. هذه هي أهم سيرجري لازم تتعلموها اللي هي الجنجيفكتومي، وممكن يشتغلها أي طبيب أسنان جي بي إذا عرف البرنسبل مالتها. وممكن تتأدى هذه الطريقة تسمى conventional، والطريق وأكو طريقة أخرى اللي هي باي ليزر اللي تكون بيها أدفانتج هواية، وإن شاء الله بمحاضرة الليزر نركز عليها.